هناك من هؤلاء الأشخاص يحضرون في هذه الجلسة، وأريد أن أعبر عن شكري لجميع المشاركين في هذه العملية وفي هذا المسار. وبين المؤسسات الريادية في هذا المجال هي مصرف سبيربانك، وهذا المصرف طبعا يلعب دورا رياديا في هذا الموضوع، وأشكر الزملاء من وزارة التنمية الرقمية. وبالمناسبة هناك تقييمات للخبراء الأجانب الذين يقولون بأن نتائج روسيا في هذا المجال ملموسة وملحوظة، ودخلت روسيا في مجموعة الدول الريادية في هذا المجال عالميا. وبين في هذه المجموعة أيضا الدول الصديقة لنا مثل البرازيل والسعودية، و بالطبع الدوائر التقنية الروسية تخلق ظروفا مواتية لتطوير مبادئ واستخدام هذه التقنيات، ولقد انضمت إلى هذه المجموعة وهذه المواثيق نحو 120 مشاركا بين المؤسسات المعنية، وهذا التحالف يعمل بنجاح، وسوف أتطرق إلى هذا الموضوع عدة مرات أيضا في سياق خطابي. ولقد حققنا خطوة هامة في تهيئة الظروف المواتية. أعتقد أصدقائي الأعزاء أنكم الشركاء نشطون ولديكم فعالية عالية وتساعدون الدولة في هذا المجال، وبفضل عملنا المشترك نتقدم ونتطور في كافة المسارات لاستراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي، ونقدم مساعدات للشركات، ونقوم بتعديلات في تشريعاتنا ما يعطي نتائج ملموسة جدا. والسيد غريف لقد أظهر بعد النتائج لمؤسساتنا في هذا المجال، وقبل عدة سنوات فإن كنا لا نتصور حتى أنه يمكن تحقيق مثل هذه الاختراقات وهذه القرارات التي تمت صياغتها تبعث على الاندهاش والفخر والاعتزاز بأنها تم إنجازها في روسيا ومن أجل روسيا، ناهيك عن أنه يمكن استخدامها خارج بلادنا لأنها تتحلى بقدرة تنافسية عالية. فإن الشركات الروسية تظهر تنوع كبير في القرارات الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجري تطور المنافسة الصحيحة بين المصانع والمؤسسات المعنية، ما يزيد من جودة هذه المنتجات ونجاحاتها التجارية. أما الشركات التي تستخدم هذه التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي فتحقق نتائج تجارية ومالية كبيرة.